قربت المنوخيه، يعني عم نشوف التحضيرات وكلنا ناطرينها، وفي هيك يعني عيون شاخصه على طبق الملوخيه اللي عم يجهز هلا. خلينا ننتقل لحتى نشوفه هلا ونشوف كيف رح يكون التفصيل بشرح الملوخيه. صباح الخير مره جديده. اكيد روائح الملوخيه من بيوتكم صارت عنا بالاستديو، ومن الاستديو طارت لبرا. اليوم اول شيء بلشناه نحن غسلنا الملوخيه كثير منيح ونقيناها من العروق ومن الاوراق الناعمه، نقعناها. بعد ما نقعناها بمي سخنه عصرناها وغسلناها 3-4 مرات لحتى حسينا انه الزوم المي اللي عم ينزل بلش يكون لونه على افطح. عصرناها وشلناها وقليناها بالزبده او بالسمنه. هو طبيعي الملوخيه دسمه لانه هي بس ورق، ومن النباتات اللي ما كتير طعمتها بدها تدسم اكثر اذا حطينا لها شقفه ليه بالقلي او سمنه. نحن عم نحكي عن 200 جرام من الملوخيه، يعني وقيه الملوخيه يابسه، نقعناها طريناها وقليناها كتير منيح. رجعنا قلينا الثوم والكزبره، وهون بطنجره ثانيه سلقنا ريش الغنم واخذنا ميتها وحطيناها بالطنجره اللي قلينا فيها الملوخيه. عندي مرقه اللحمه بدي اضيف عليها الملوخيه مع الثوم والكزبره. ميتين جرام من الملوخيه انا بحاجه للتر لتر ونص من مرقه اللحم، لباقة كزبرة، لتقريبا 3 روس ثوم كبيرة مقطعين مقليين، وبخلي نص شوي على جنب مدقوق. آخر شيء بضيفه ليعطي نكهة حرورة الثوم. هون حطيت أنا الملوخية، حطيت الكزبرة، الثوم فوق مرقة اللحمة، بدي ضيف رشة ملح، بدي ضيف رشة بهار أبيض، بدي ضيف رشة كزبرة يابسة، فينا نحط مكعب من مرقة الدجاج وفينا من مرقة اللحم وفينا ما نحط، حسب ما نحن نرغب النكهة تكون أقوى. الملوخية بتنترك على نار قوية لحد ما تغلى وتشد، بنرجع بنخفف تحتها بحدود الساعة بعد ما تغلي الملوخية. من هون لساعة رح اترك الملوخية على النار ورح بلش اعمل الصلصة يلي بدي اقدمها طبق اضافي مع الملوخية يلي كل العالم صارت معودة على هيدي النكهة. عم بحكي عن كزبرة خضراء، ثوم مفروم، بصل مفروم، بصل صغيرة، رشة كمون، ملعقتين من خل التفاح، كوب من عصير الحامض، وطبعا رشة ملح حر احمر. ليه حر احمر؟ لانه انا ما حضيف على الملوخيه حر، لانه طبيعي في ولاد بدها تاكل، في ناس ما بتحب حر. هون انا بحط الحر بالصلصه. حخفف عن الملوخيه لانه بلشت تغلي. حزيد حر اخضر كمان على الوجه. هون صار عندي الصلصه او الصوص اللي بدي استعمله على الملوخيه، وحده بحط الخبز المحمص او الخبز المقلي. يعني بالخبز المحمص والكزبره والثوم والبصل والحر والحامض والخل، هو بينضافوا طبق جانبي للملوخيه. طبيعي الملوخيه بده يتقدم معها رز بالشعيريه. حطيت انا 3 اكواب من الرز الامريكاني، نقعتهم قبل، قليت
كوب كبير من الشعيريه قليته مع الزيت النباتي لحد ما شقر لونه، حطيت الرز وحطيت فوق منه بحدود الخمس لست كبايات مي مع رشه ملح ورشه بهار ابيض، تركته ليغلي، غطيته ووطيت تحته واعطانا هيدي النتيجه. فلفلة الرز. هون نحن قلنا انه الملوخيه نحن عاملينها بالريش الغنم، بس الرز رح ضيف على طبق الرز من فوق خلطه الدجاج مع الكزبره والثوم وقليهم او حطهم بالفرن وضيفهم على طبق الرز من فوق. شايفين قديش الاكله غنيه اليوم، داعمينكم فيها. عم بحكي عن بحدود النص كيلو سفاين مسحبه، لانه انا وعدت المشاهدين اللي عم يعملوا دايت انه رح اعمل لهم طبق مع الملوخيه يقدروا يتغدوا بدون دسامه. بدي احط ثوم، كزبره، كزبره يابسه، ملقعه، اجمالا البهارات بحدود يعني ربع لنص ملعقة من اي نوع بهار، بهار ابيض، رشة قرفة، فلفل اسود حار بيعطي طعمة للدجاج والرز كتير طيبة، ملح، رح حط كمان بهارات السلق الحب مع خلطتي من قرفة وهيل وورق غار، رشة كمون، رشة حر بسيطة، وحركن اخلطن منيح مع بعضن. رح بلش قليهن. هون رزاتنا خلصوا، رح استعمل مطرح الرز والريش كمان خلصوا. ضل عندي الملوخيه يلي عم تغلي مع الثوم والكزبره. رح ابدا هلا بقلي الدجاج، شويه زيت نباتي، هاخد النار اللي اقوى، حط الملوخيه هون، استعمل مثل ما حنرجع نعيد. عندي تقريبا نص كيلو دجاج مسحب سفاين، حطيت له ملعقه من الكزبره اليابسه، ربع ملعقه من البهار الحلو الابيض، وبهار فلفل اسود، قرفة وكزبرة خضرة فريش، حطينا عيدين قرفة، ورق غار وهيل، حركناهم مع شوية ملح، ما حطيت أبدا زيت لأنه أنا مثل ما قلت بدي إياها تكون وصفة صحية، وبلس أنا هون حقليهم بالزيت طبعا. رح حط الدجاج بالمقلى، ورح ضيف البهارات عليهم بهاي الطريقة، اتركهم لنقليهم منيح. بهالوقت لكانوا بلشوا ينقلوا الدجاجات، رح حط ريش الغنم فوق الملوخية لدسم النكهة أكتر. ما بعرف ليه بحس نهار احد يعني ملوخيه.
حنقلب الدجاج على الميلتين. مثل ما قلنا مسحب اسرع بالقلي. واطيب وطبيعي ما بدنا كثير نعطيه حراره، يعني اول ما بنحس انه السفينه صارت جاهزه ما بدي اكثر اعطيها حراره كرمال ما تنشف، لانه اصلا السفينه هي ناشفه. رح اغطي الملوخيه. اللي ريحتها كثير حلوه. رح كمل تقليب سفين للدجاج بالبهارات، الكزبره والثوم. فينا نحطهم بالفرن طبعا، وفينا نقلبهم على الغاز. رح ارجع انا وياكم نراجع شوي الوصفه الثانيه او الثالثه لليوم، اللي هي الفول الاخضر المقلى. نحن ذكرنا انه جبنا نص كيلو من الفول الاخضر، شلنا العرق منه وفرمناه ناعم، حطينا معه بصلة قليناها زيادة، يعني اللي عطتني هيدا اللون الشقار شوي، وقليت معه ثلاث أو أربع حصوص من الثوم. لما بلشوا يتقلوا مزبوط وياخذوا الحرارة وتدبل حبة الفول، حطيت بحدود ثلاث أو أربع ملاعق من الكزبرة المفرومة الخضراء، وقلبتها كتير منيح قبل ما تخلص. حطيت لها رشة كمون ودقيت رجع الثوم. انا عم بستعمل الثوم المفروم والثوم المدقوق. هيدا هو المطبخ العربي يلي بيعتمد كثير على البصل والثوم، وبتعطي النكهات الحلوه. عم برجع اقلب الدجاج على الميلتين، لانه تركت السفينه سميكه، يعني انا ما رققتها، تركتها سميكه. هون انا رح اسكب الفول المقلى بطبقه، ورح حط الحلوم اللي أنا شويته بشوية زبدة لحد ما أعطاني لون الشقار الحلو. ححطه قطعة الحلوم على الوجه بهاي الطريقة، ورح حط كمان بندورة كرزية للزينة طبعا على طراف الصحن وعلى حبة الجبنة من فوق. بهاي الطريقة كون أنا لونت صحني ونوعت الخضرة الموجودة فيه وعطيت منظر حلو لسفرتي. بهيدي الطريقة فيني أنا شوي ألعب على اللون وحط نتفة من اللون الأخضر، لأقول بطريقة غير مباشرة أنه أنا حاطة كزبرة بطبقة. بهاي الطريقة صار عندي طبق الفول المقلى مع الكزبرة والثوم، وعوجه الحلوم المشوي. هارجع لطبق الدجاج يلي تبلته بالكزبرة والثوم كمان، يعني اليوم متربع الكزبرة والثوم على سفرتنا. لما نقول ملوخية يعني كزبرة وثوم، لما نقول فول أخضر يعني كزبرة وثوم. هون منطل شوي على الملوخية، بعد بدها شوي، ودجاجتنا كمان عم يتقلوا، وبريك ومنرجع لكم.